فهد حول ان الوضع الميدان حميد المخيم شو اللي يعني احنا حركنا رياض شعبيه وحركنا فعاليات المخيم وجهاء المخيم يعني ما لم يعني لبوا طلب الناس بالمخيم ويخرج من المواقع اللي عادوا فيها يعني مضطرين الى الدخول لها يعني فرضا واخراجا منها وان شاء الله راح نمشي على عدتهم. اليوم الساعة 2 بالمخيم مستهدفة المدنيين هي تكملة لما حصل في غزة. عرفات اليوم في مدريد سيتلقى ميدالية جديدة بينزف دم جديد في الشعب الفلسطيني. We know that Gaza-Jericho agreement is a crime against the Palestinian people. But now Arafat, he wants to bid for the American and Israeli security. He wants to kill the Palestinian people, not in Palestine, also in the camp. They are against the Gaza and Jericho agreement. But the Palestinian people doesn't kill so in simple. We must still go in our struggle against Arafat and his program.